كم اصدقائي احبائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. اليوم راح نسوي لكم ستيك لحم اللي هو ستيك لحمه ميسي راح اسميها. ليش لحمه ميسي؟ اصدقائي شايفين الفيديو مال نصرت هذا التركي ابو اللحم، هاي العلامه مال ملح مالته هاي اللي ذبها، شايفين من يوكل ميسي يطبخ له لحمه ويجيب لي يوكلها؟ هاي اللحمه اصدقائي، هاي اللحمه. شنو هي هاي اللحمه؟ اشرح لكم عليها مختصر مفيد، فتشي بسيط، اوكي؟ داس از فلايش، ميسي فلايش، ميسي داس فون فوسبال شبيلن. المهم اصدقائي، عندنا هاي البقرة، هاي البقرة، حتى انتم تشتروا تروحون القصاب تقولوا له، هاي البقرة عندنا مقسمة البقرة، طبعا كل صفحة بها يشتغل بها فتشي، للقلي، للشوي، للمثروم، لكل شيء يعني. هاي القطعة روست بيف، هاي اصدقائي الروست بيف، شوفوا روست بيف. هنا عندنا الفيليه جوا، مو تقولوا لي الفيليه هي حبل الظهر، حبل الظهر هذا الفيليه معناته حبل الظهر. هذا الروست بيف هاي الصفحه، شوفوا اصدقائي هاي الاضلاع يقعد هنا، هي هاي الروست بيف، والها اقسام تتقسم. زين اصدقائي، وهاي هنا الفيليه تقعد، انا احتاج مو الفيليه، احتاج هاي. هاي تصير كلش طيبه، بس شلون تصير طيبه؟ هاي بيها انواع اصدقائي، صورت لكم طبعا انواع، انا وصيت صاحبنا العربي قلت له اريد لحمه هيك هيك مواصفاتها، جاب لي اياها. هذا الضلع، شوفوا اصدقائي هذا الضلع اللي هو هذا اللي هنا، هذا الضلع الاضلاع مالتها تجي. زين اصدقائي، هنا هاي اللحمه اصدقائي، كل ما جودتها مضبوطه تكون، بحيث موجودة متوفرة باليابان ومتوفرة أكثر شيء بأمريكا وباليابان، يصيحوا لها البقرة المدلل. ليش؟ هاي تشوفون هذا اللحم الدهونات اللي هنا، كل ما أكثر كل ما طعمها يصير طيب وتذوب بالحلق، يعني تموع، يعني من تاكلها فتشي طعم خيالي غير شكل. هاي القطعة رهيبة. زين أصدقائي، فمثل ما قلت لكم هي هاي القطعة اللي تصير هنا أصدقائي، اشتريتها وصيتها من صاحبنا. شوفوا هذا الضلع شلون من ناقصة ومن ناقصة، فهي معناتها هي هاي. كل ما تكون دهون أكثر كل ما تكون أطيب أكثر. هنا أنا سويت لكم فيديو هسه إن شاء الله راح تشوفوه، شلون أنواع اللي ما بيها دهونات، راح تصير قطع حمراء فقط، هاي تصير لحمة عادية بس هاي الأطيب. زين أصدقائي، طبعا كلش غالية سعرها، هاي واحدة تقريبا بال 20 يورو، يعني تقريبا بالدولار 25 دولار هاي واحدة. زين، نص كيلو تقريبا هاي. المهم اصدقائي، راح نبلش بيها اسوي لكم اياها اطبخ لها. فقلت لكم هاي لحمة ميسي سميتها، لانه ميسي اللي اكلها اللي وكلها نصرت هي هاي، من وخر الضلع مالتها ووكلها فقط هي هاي القطعة. زين اصدقائي، المهم اصدقائي اللي احتاجه المكونات البهارات ويا اللحمة، احتاج الى زيت عادي او هذا زبد موجود، هذا نباتي يكون يستعمل للقلي كهمية مثل الزبد بس للقلي، هذا يعني نباتي. هنا اصدقائي احتاج روزماري اللي هو كليل الجبل، واحتاج هنا توميان اللي هو الزعتر البري. زين، طبعا اكو فريش كليل الجبل تقدرون تستخدموه. اما هنا اصدقائي احتاج الى بطاطا، وياها اقدم بصفها بطاطا سلق شوية صحية يعني اسلقها، واحتاج وياها البطاطا جوز الطيب، هاي جوز الطيب، كارتوفل مت موسكاتنوس، وهنا احتاج وياها ملح متزلص بس اصدقائي. هاي ثاني شغلة احتاج، راح اسوي صلصة الفطر وياها، صلصة الفطر شامبينيونج صوصة. عندنا هنا هذا الشامبينيونج اللي هو الفطر مقطع اصدقائي، هنا عندي زبد، احتاج الى طحين حتى اسوي صوص من عنده، زبد والطحين يطلع صوص كلش طيب. واحتاج هنا موسكات نوس اللي هو جوز الطيب، وشوية حامض، واكيد للملح متصلص. اوكي اصدقائي، هنا احتاج فلفل اسود، طبعا هاي للحمة قلتها، خلاص بس هاي مكوناتنا اللي احتاجها. اللحمة اطبخها هنا، الهاي اسلقها، البطاطا والصوص اسوي وياه على السريع. فشغلة كل سهلة وبسيطة اصدقائي، وان شاء الله تعجبكم، جربوها لان كلش طيبه. فخليكم هسه ويا الفيديو، شوفوا انتم شنو انواع اللحم اللي راح انزله هسه الفيديو، تابعوه خليكم ويانا. شوف هاي القطعه ما بيها دهونات، هاي بيها شويه، هاي القطعه شوفوا بيها دهن شويه، هاي اصير اطيب، كل ما تصير بيها دهن اكثر كل ما اطيب، هاي بيها دهن شويه. هاي شوف هاي ما بيها لحمه عاديه بس تستوي على السريع بنفس الوقت، شوفوا هنا هذني القطع، شوفوا هاي تصير رهيبه،
ليش؟ لان بيها دهن هواي. شوفوا هذا الدهن، هذا هاي ما بيها دهن. شوفوا شوفوا هاي رهيبه، تصير طعمها بيها دهن. شوفوا هاي سعرها القطعه الواحده 6.93 يورو، سعرها القطعه الكيلو ب 20.49 يورو، سعر كلش غاليه زين. اما هاي هنا كيلو مالتها ب 20.5 يورو و92، هاي القطعه الواحده بس، يعني تقريبا بال7 دولار قطعة الوحدة زين. فهذا الفرق بيناتهم اصدقائي. بالنسبة للحماية، انا هذا العظم ما راح استفاد منه، ليش؟ لان ما راح اشويه بالمنقلة حتى احطه، واللحمة الثخينة تصير عندي، الناس هيك ياكلوا بهالثخن داخل يصير شوية بحمار. فالمهم انا هذا راح اوخره، جيبوا السكينة حادة وتمشون ويا العظم. من تمشون ويا العظم شوفوا ما يبقى شيء نهائيا. اصدقائي هاي اللحمة راح اقصها حتى شنو تكفي عندي بالطاولة. فهاي قطعة واحدة راح اقصها بعد قصة هيجي بالنص. اها يجي واقليها، شوفوا تظل متماسكة بهالشكل حتى يصير عندي قطعة مال ستيك كاملة. هنا اصدقائي هاي اللحمة شوف شلون راح اقسمها، خليها بنفس الحاله الزمها، لان هاي هواي عاليه اذا اسويها وحدي كلها. شوفوا هذه الدهونات، هذه كلها طعمها فتشي رهيبه، تموع بالحلي هاي اصدقائي. قصيناه، هذا هم صار عندي ستيك قطعة، وهاي قطعة هنا، وهذا اللي هنا لهالصفحة هم راح اشتغله، راح اسويها اقطعها وصلها. شوف هاي عندي قطعة، وهاي قطعة، وهاي قطعة صارت عندي، وهاي اللي هنا همين راح اسويها وحدها تصير هم تتقلى. واصدقائي حصلنا على هذا قطع الستيك، شوفوا شلون اصدقائي هاي معناتها رهيبة طعمها. اصدقائي بالنسبة للبطاطا مي حار عندي ما احط لها هواي مي زين. اصدقائي شوفوا ايش قد مستوى المي احط لها، وهي مستواها بالضبط. وش نسوي؟ نحط الملح، طبعا هذا ملح عندي، احط لها ملح. وهسه اخليها على النار، اطبخها وراح اخليها على النار. اول شغلة اسوي الصوص، اجهز البطاطا، البطاطا على النار اجهز الصوص. يلا اخر شيء اقلي اللحم، ليش؟ اللحم لازم حار يطلع. طبعا هذا ما لكم شغل به، هذا مال يوسف، دا اسوي همبرجر ليوسف. اجيب زبده هنا اسوي هسه الصلصه اني، هاي زبده شويه احط خليه بالطاوله حتى يذوب. شو اسوي اصدقائي؟ عندي هذا الفطر، اذا عندكم فطر فريش تقطعوه الفطر فريش وتحطوه هنا. عندي هنا هذا الشامبينيون اللي هو الفطر، طبعا افرغه من المي مالته، راح اصفي المي. اصدقائي ذوبنا الزبده، هسه نحط الفطر. الفطر اقليه، ليش؟ من اقليه يعطي نكهه طيبه، مثل ما قلت لكم اذا فريش هم تقلوا بهالطريقه. فراح اقليه شويه وارجع لكم. اصدقائي هسه حاليا هذا الفطر قليته، شوفوا شلون صار الفطر قلى بهالطريقه. شو اسوي؟ احطه هنا بالجدريه. اها هسه قليته. شو اسوي اصدقائي؟ شوية مي هنا، شوية احتاج مي هنا. شو اسوي اصدقائي؟ احط هنا اجيب طحين دس سميل، احط شوية نص ملعقة زين اصدقائي. وش اسوي؟ اقلبها سوية، اخليه ينحمس وياه. ليش؟ حتى يعطيني يصير ثخينة الصوص لما اسويه. اها امشي اقلي وياه. شوف شلون اصدقائي، هاي شويه منها هم تتنظف الطاوله، ننظفها بنفس الوقت زين، بس خليه يتقلى شويه وياه.
مده شغله يعني دقائق شيء شيء ثواني همين دقيقه واحده كافيه تقلوه سويه الطحين ويا الفطر يطلع صوص كلش طيب. هو بالمطاعم هيك نسوي احنا الصوص هاي جيب شوفوا حطيت هنا شويه وراح احط لها مي اضافي ايضا هذا المي هذا اصدقائي شوف شو راح تدخل الصوص هسه حطيت شويه مي اصدقائي هسه انا شو اريد يصير لونه يعني قابل للغامق يصير راح احط له شويه جوز الطيب هذا اصدقائي موسكات نوس احط له شويه حامض سترون نزاف ليمون هاي اصدقائي راح اخليه شويه يغلي وارجع لكم اسوي لكم على الخطوه الثانيه هسه نبلش باللحم اللحم شلون نبلش به اصدقائي عندي هنا حطيت الطاوله هنا اجيب هاي الدهن مثل الزبد يصير اصدقائي هذا يصير بس نباتي زين اليوم راح اخليه يذوب وارجع الدهن زين ذاب عندي شو اسوي اجيب هذا اخلي هنا حتى شنو الزيت ياخذ نكهه مالته واخلي اللي هو الزعتر البري توميان هنا أنا اخلي اصدقائي عندي روزماري هذا الروزماري اللي هو اليابس او فريش فريش يكون اكيد افضل ثاني هذا المتوفر عندي هذا احطه شويه شنو اصدقائي يعطي نكهه كلش طيبه للستيك هذا زين شوف هسه الدهن صار بي طعمين والريحه هسه بلشت عندي الريحه طلعت مالته شو اسوي اصدقائي هذا الستيك راح احطه هنا أنا. هذا الستيك الثاني وعندي هذا الثالث ايضا عندي بعد قطعه صغيره نشوف لها مكان هم احطها هنا أنا. شو الريحه هسه اصدقائي طلعت رهيبه الريحه والله رهيبه الريحه طلعت المهم هذا هسه اصدقائي الصوص راح اخلي اخذ مي منه انا اخذ مي منه احطه هنا ليش حتى يصير اللون مالته شويه اغمق اكثر زين طبعا هسه خليناها طبعا ما تطول اللحمه هاي تستوي على السريع اصدقائي اللحمه هاي تستوي على السريع زين انتظرها اصدقائي ما مشترك بالقناه خليه يشترك حتى يسوي لنا واحد نسوي فيديوهات اكثر هاي البوتيتا شوفها شلون صارت اوكي البوتيتا همين شوي نصينا عليها اصدقائي هاي البطاطا استوت شوف ايش راح يسوي البطاطا شوفوا هاي مو استوت شوف حطيت مي قليل بيها هاني شوفوا جيبوا مضرب وتهرسوها زين اصدقائي شوفوا كسروها بهذا جيبون كسروها هسه هو يمتص المي الباقي اللي بيه يمتصه البطاطا تعرفون بيها نشويات هوايه شوفوا هاي البطاطا طبعا اكو ناس تقدر تحط زبده وياها وحليب وياها وعندي طرق مسوي بيها ستيك همين ايضا مسوي بالطريقه الثانيه اللي كوك كارتوفل براي اسمها هنا بالالمانيا زين هم طيبه اسويها دائما اني بس اليوم شوي تغيير مو دائما نفس الشيء اسويه هذا اصدقائي شوف شلون صارت انهرست شو اسوي هسه اصدقائي اجيب جوز الطيب احط لها شويه جوز الطيب تعطي البطاطا نكهه غير شكل زين اصدقائي رشه خفيفه وطبعا اكيد نضوق الملح مالتها نشوف شلونه اها شوف اصدقائي هاي البطاطا خلصناها شوفوا البطاطا صارت جاهزه راح اغطيها حتى تظل حاره عندي هاي حطيناها هنا هذا رجع لمكانه في شنار طافيه هسه اصدقائي شلون تقلبون اللحم شلون تعرفون تقلبون اللحم شوف اصدقائي من يقوم يطلع هنا دم شوف شلون هذا هيك مثل الدم شويه هيك من بين عندكم على المضبوط معناتها اللحم انطبخ من جوا زين اصدقائي فحسب تدخلون هسه هاي شويه اثخن من هاي صارت على السريع شو اسوي راح اقلبها اصدقائي شوف شلون
هاي دقائق اللحمة. اها اقلبها. شنو زغبتنا بتنكم حتى الزفرة ما ادري هذه، يعني لا تصوروا الزفر او الشغلات. اها شوف الدقائق هسه بهالاثناء شو اسوي يعني؟ من قلبتها راح اغطي اصدقائي، راح اغطي ليش؟ حتى يستوي على المضبوط منه. وش اسوي بهالاثناء؟ عندي فلفل اسود اصدقائي، هذا فلفل اسود احط لها رشة خفيفة، ما احط هواي، رشة خفيفة، وبالاضافة الى الملح. طالع عندكم ملح خشن هم يصير، هاي شوية ملح لان ما ملحته، وارجع اغطيه شوية. زين اصدقائي انتظر شوية بعد دقيقة هيجي دقيقة ونص ونرجع لكم اصدقائي. هسه الستيك حاليا عندي صار مبين ذاك وصار، هسه تشوفوه ان شاء الله. زين استوى استواء كامل، اها على المضبوط. يلا هسه خل ارويكم، طبعا راح احطه هنا على صفحة حتى شنو ارويكم طريقة التخدين. تخدين جدا عادية، مو مال المطاعم، يعني مال المطاعم انا اسوي اضبط طبعا وديكور احلى وغير شكل، بس هنا كون مال البيت انا دا اسوي فيديوهاتي للجماعة اللي يكونون بالبيت. زين شوية خلي هذا يتقلب على اكثر. هذا صارت عندي اصدقائي راح اشيلها. اها هسه شنو اللي اسوي اصدقائي اللي تشوفون هنا؟ راح اضيف عليه مي، هذا المي. شوفوا شلون الصلصة صارت؟ نضغط عليه مي، شو اسوي؟ اجيب مصفى صغير اصفيه هنا اصدقائي. ليش؟ هسه النكهة مال اللحم كله هنا. شوفوا هذا البقر الروزماري والهذا كله هنا يبقى. زين اصدقائي؟ شوفوا شغلته كلش سهلة، ما يراد لها شيء. شوفوا الصلصة شلون صارت جوزية بهالشكل. اها اخليها فد 3 دقائق شوية على النار، دقيقتين بين ما اجهز الطبق وارجع للصلصة. زين اصدقائي يلا فخليكم ويانا اصدقائي. هاي طريقة التقديم العادية، يعني مثل ما قلت لكم مو مثل ما المطعم اسويه ومكونات كل شيء متوفرة عندي. عندي مثلا هاي القطعة مال ستيك احطها هنا قبوها حتى يظل حار. مثلا عندي هاي هنا البطاطا، اجيب البطاطا المهروسة احطها هنا مثلا. شوف اصدقائي بهالطريقة. مثلا اذا عندكم خس اصدقائي، خس فجل، شنو اللي متوفر عندكم انتم؟ مثلا عندي خس فجل، هاي اصدقائي تقسموها هيك مثلا كشي ديكور مثلا. شوفوا تخلون هيك بهالشغلات، تجيبون فجل عندكم، هذا فجل قطعته بهالطريقة حطوه هنا مثلا. اذا عندكم طماطة همين ايضا تقدرون تسوون بيها فالديكور حلو. مثلا خلي نقول هذا الديكور حطوه هنا همين جوا وبهالشكل، هم يصير عندكم. تريدون تحطوا مثلا هاي صلصة الفطور، تريدوه بدون فطور ينكل، تريدوه بالفطور حسب من اللي يحب. شوفوا الصلصة شلون صارت اصدقائي، اها هذا بالفطور. والستيك الثاني اسويه بدون فطور. زين اصدقائي هذا طبقنا، شوفوا شلون صار مرتب بثواني. فشغلة يعني ما تطول كل السهلة. المهم اصدقائي راح اسوي لكم واحد بدون فطور همين يصير، بس ماكو داعي خالص تعرفون، تريدون فطور فطور، اللي ما يريد فطور بدون فطور. المهم اصدقائي نقول لكم ادعمونا بالاشتراك بقناة ابن يوسف، اشتركوا بها، اخاف قناتي يصير بها شيء تتهكر شيء. عندي قناة احتياطية اللي هي قناة ابن يوسف، دائما تلقوها بصندوق الوصف. فنقول لكم دائما مع ألف سلامة، فيديو جديد وانتظرونا بأكلة جديدة. باي.